بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عاصم يقول: الشيخ صالح، حدثونا عن الشفاعة وكيف تكون، وهل يشفع لجميع الأمة، ومن الذي يشفع مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب، وهي تكون بين الناس في معاملاتهم وأمورهم. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. الشفاعة الحسنة هي التي فيها جر خير للمشفوع له ودفع ضرر عنه. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. التوسط في الخير والمنافع ودفع المضار بين الناس أمر مطلوب وفيها أجر. وأما الشفاعة في الأمور المحرمة كالشفاعة في إسقاط الحدود، فهذه شفاعة محرمة. من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، لا تجوز الشفاعة في الحدود. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد امرأة سرقت، جاء رجل ليشفع، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا تجوز الشفاعة في الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لا بد من إقامتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: في زمن سابق شهدت مع صديق لي شهادة زور، وقد حصل لي منفعة بهذه الشهادة، وقد راجعت نفسي من خلال متابعتي للأحكام الفقهية وندمت. ماذا يلزمني الآن مأجورين؟ يلزمك أمران: الأول توبة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني إذا كان ترتب على شهادتك أخذ حق من أحد أو إجراء عقوبة على أحد، فيلزمك أن تبين ذلك، تراجع القاضي، تخبره أنك كذبت في شفاعتك وأنك إلى آخره، لإزالة ما ترتب على شفاعتك. نعم. فضيلة الشيخ، المسلم يتخذ مصحف له في حياته، يذهب به إلى البيت ويأتي به إلى المسجد ويقرأ فيه، ما حكم هذا العمل؟ لا بأس بذلك إذا احتفظ بالمصحف ولم يعرضه للامتهان ولم يدخل به محل قضاء الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: عندي صديق مصاب بالصرع، يقول: ما هي الآيات التي تقرأ على المصاب بالصرع؟ تقرأ عليه الرقية، آيات الرقية وسور الرقية، الإخلاص والمعوذتين، وتقرأ عليه الآيات التي فيها طلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، تقرأ عليه سورة الفاتحة لأنها رقية. نعم. ضرب الأمثلة يا شيخ من أمثلة القرآن، مثل: هذا لا يسمن ولا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع، ويوسف أعرض عن هذا. إذا كان هذا من باب التمثل وليس هو من باب الاستهزاء بالقرآن أو محاكاة القرآن فلا بأس بذلك. نعم. في الآية يا شيخ: وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، ما المقصود بالآية هنا؟ المقصود خلق آدم عليه السلام، جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم، وخليفة لمن سبق، لأن كان في الأرض أمم من قبل آدم، وجاء آدم بعدهم فهو خليفة، يعني جاء بعدهم. نعم. أيضا له آية ثانية يسأل عنها في ختام رسالته، يقول في الآية: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما فأكبر من نفعهما. هذه الآية نسخت بقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد يا شيخ حديث: صوموا تصحوا؟ لا، هذا على ألسنة الناس وليس حديثا
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: متى يقال الله ورسوله أعلم؟ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة الرسول فيقال الله أعلم. فضيلة الشيخ يسأل في آخر أسئلته، يقول: تخصيص العلم لقوم دون قوم هل يجوز ذلك؟ نعم، الله خص قوما دون قوم بالعلم، ليس كل الناس علماء. العلم هذا منحة من الله سبحانه وتعالى، يؤتي الحكمة من يشاء، يعني الفقه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. يقول الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المتواضعين، فكيف كان هديه في التواضع وذكر بعض الأمثلة في تواضعه؟ أمثلة كثيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا يتكبر ولا يجلس مع أصحابه ويمشي مع أصحابه ويأكل مع أصحابه ويمزح مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل الشيخ في آخر الأسئلة: من أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. الشيخ صالح يقول السائل أبو إبراهيم: ما الفرق بين قولنا الإسلام والإيمان، وهل هم بمعنى واحد؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، فإذا اجتمع فالإسلام له معنى وهو الأعمال الظاهرة، والإيمان له معنى وهو الأعمال الباطنة التي هي أركان الإسلام الستة، والإسلام هو الأركان الخمسة. وأما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، ولهذا يقولون إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم. يقول السائل الشيخ: لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له، والله عز وجل يقول: ادعوني استجب لكم؟ لابد هناك مانع من موانع الدعاء، هناك ما يمنع، إما أنه يدعو بقلب لاه غافل، وإما أنه يأكل الحرام فلا يستجاب له، هناك موانع لقبول الدعاء، فيرجع إلى نفسه ويتفقد نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: سأسافر مع أختي للعلاج في الخارج فضيلة الشيخ، وسنمكث ستة أشهر، وقد قرأت بأن لنا الجمع والقصر في الصلاة. لا، إذا أقمتم إقامة تزيد على 4 أيام، تعرفون أنكم تقيمون أكثر من 4 أيام، فأتموا الصلاة، لأن السفر انقطع، وصوموا رمضان لأن السفر انقطع في هذه الإقامة. نعم. فضيلة الشيخ يسأل السائل عن حكم الصلوات الفائتة على الإنسان، هل عليه قضاء أم ماذا يفعل؟ لأنني سمعت حديثا عن أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة ولم يصلها فله أن يقيم في آخر الجمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات. هذا لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له، ومن كان عليه الصلوات فإنه يقضيها بالترتيب حتى تنتهي، يبرئ ذمته منها، إلا إذا كانت كثيرة جدا ويصعب عليه قضاؤها فإنه يحافظ على الصلاة في مستقبل حياته ويكفيه هذا. نعم. يقول في الآية الكريمة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ما المقصود بالمنافقين والنفاق، ما معناه في هذه الآية؟ النفاق الأكبر، النفاق على قسمين: نفاق أصغر ونفاق أكبر. النفاق الأكبر ليس معه إيمان، أما النفاق الأصغر فيكون معه إيمان ولا يحبط الأعمال، خلاف النفاق الأكبر إنه يحبط الأعمال، وهو الذي عليه الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا في الآية الكريمة: وإن منكم إلا واردها، هل الورود في الآية بمعنى الدخول أو المرور على الصراط؟ وكذلك المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، أن يمر على الصراط، على المنصوب على متن جهنم، فمنهم من ينجو ومنهم من يسقط ويهلك النار. نعم. شيخ صالح يقول السائل: من أجرى عملية جراحية ولا يستطيع القيام من السرير، وفي بدنه وثوبه نجاسة، كيف يتطهر؟ هل يتوضأ بالماء، مع العلم بأنه يجد صعوبة في إزالة النجاسة؟ يغير ملابسه النجسة بثياب طاهرة، أو يغسل موضع النجاسة، يحاول هذا، وهذا ليس بصعب، ويصلي بثياب طاهرة. نعم. يقول يا شيخ: هل هناك دعوات إصلاحية قبل أو بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ نعم، هناك دعوات إصلاحية كثيرة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستمر إلى آخر الزمن، لا تزال طائفة من أمتي، صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم
منهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: هل يجوز للمسلم أو المسلمة أن يستعيذ بكلمات الله؟ نعم، كلمات الله صفة من صفاته، فيستعيذ بصفات الله ومنها كلمات الله. كلمات الله تكون الكلمات القدرية التي بها يأمر وينهى سبحانه وتعالى، وتكون الكلمات القرآنية، وكلاهما يستعاذ به. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 5 أيام بلياليها. يرجع إلى هذا ويعمل بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عادل يقول: حدثونا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، وما هي أبرز الكتب التي ألفها؟ الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، لأنه ثبت أيام المحنة وأبى أن يقول بخلق القرآن حتى ضرب وسجن، ولكنه لم يقل بخلق القرآن، فصار إماما لأهل السنة يقتدون به في ذلك، وصبر على العذاب والضرب الامتحان رضي الله عنه ورحمه، فهو إمام أهل السنة بحق. ومن مؤلفاته المسند في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كتاب من كتب الحديث المشهورة، ومن مؤلفاته الرد على الزنادقة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: صليت منفردا خلف الصف، وجاء شخص ودخل معي في الركعة الثانية، فهل لي أن أقوم بتنبيهه بعد سلامه؟ أنت لماذا صليت خلف الصف؟ أنت الذي خدعته، لماذا تصلي خلف الصف من غير عذر؟ كلاكما لا تصح صلاته. نعم. يقول: إذا صلى المسلم جالسا في صلاة الفريضة، فهل يجوز له أن يسند الظهر على الجدار أو لا؟ لا، ما يسند ظهره في محل القيام، ما يسند ظهره، بل يعتمد على نفسه في أثناء الصلاة. نعم. يقول: يا شيخ، نعرف أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن فيها، إلا أننا نجد من بعض المصلين إذا سقط منه شيء في حال القيام نزل ليأخذ هذا الشيء، فتكون كهيئة هذا الرجل كهيئة الراكع، فهل تصح صلاته؟ نعم، صلاته تصح، ويجوز تناول الشيء وهو يصلي، وأخذ الشيء وإعطاءه وهو يصلي، لا بأس بذلك. نعم. في آخر أسئلة السائل يقول: بعض الناس يا شيخ في ليلة تحري هلال رمضان يجتهد في العمل تلك الليلة قبل أن يعلن دخول الشهر، خشية أن تكون من رمضان، فهل ما فعل صحيح؟ هذا خطأ، وعمله ما هو صحيح، ولا يعمل شيء يختص برمضان حتى يثبت الهلال ويعلن للناس الصيام. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، المحدث هل يصح له أن يمس المصحف أو كتب التفسير أو كتب الأحاديث؟ كتب التفسير والأحاديث لا بأس بمسها للمحدث، وأما المصحف لا يمسه، يعني لا يمس الكتابة، كتابة القرآن لا يمسها وهو محدث إلا من وراء حائل أو بواسطة آلة كالمسطرة والقلم، وأما مسه مباشرة للمحدث فهذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل مبتلى بالخطايا والمخالفات، ولكنني فضيلة الشيخ كل يوم وشهر أقول سأتوب، ما فضل التوبة؟ وهل تقبل توبتي إذا تبت؟ وما شروط ذلك؟ التوبة تقبل لمن تاب، ولكن عليك بالمبادرة بالتوبة، ولا تمهل إلى وقت قد لا تدركه، قد تموت قبله، بادر بالتوبة واستعين بالله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من جدة يقول: ما مفهوم العبادة في الإسلام يا شيخ صالح؟ ما شرعه الله، العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فالعبادة لابد أن تثبت بدليل من الكتاب والسنة. نعم. يقول السائل أبو بادي: أيهما أفضل في 20 الأولى من رمضان، نهار رمضان أو ليل رمضان؟ الشيخ كله فاضل، كله فاضل، نهاره صيام وليله قيام، وكله فاضل شهر رمضان. نعم. يقول: شخص ذهب من الرياض مارا بالطائف إلى أبها، وهو قد نوى العمرة، إذا قدم من أبها فهل يحرم من يلملم أو من أين يحرم؟ يحرم من ميقات أهل أبها وهو يلملم، وإن جاء عن طريق الطائف فيحرم من الطائف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لي قريب منوم منذ سنوات في المستشفى، وأنا
مرافق له ويقلق إن ذهب إلى المسجد لصلاة الفريضة، لذا يأمرني أن أصلي عنده، فهل لي عذر بالتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ لا، ما إلا إن كان يحتاج إليك، إن كان يحتاج إليك صل عنده، أما إن كان ما يحتاج إليك فلا تبقى عنده وتترك الصلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، ما الفرق بين الرطب والتمر؟ الرطب هو التمر الجديد، وأما التمر فهو التمر المجفف. نعم. يقول: أقوم لله الحمد بقراءة الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، وأنوي في ذلك حفظ أولادي، فهل يكفي ذلك في حفظهم بإذنه تعالى أو لا بد من القراءة عليهم مباشرة؟ لا يكفي، هذا الورد تقرأه لك ولأولادك، تقرأ الورد لك ولأولادك، ولا حاجة أنك تقرأه عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل من كلمة يقول السائل لأولئك الذين يقعون في العلماء والمصلحين مأجورين؟ لا يجوز الغيبة، الغيبة لا تجوز لا في حق العلماء ولا في غيرهم، ولكنها في حق العلماء أغلظ وأشد إثما، فعلى المسلم أن يكف عن الغيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. والله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله لعلكم ترحمون، فكرهتموه اتقوا الله. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن الشتم وعن قول الزور والكلام المحرم، لأنه سيحاسب على ذلك ويكتب في صحائفه، عليه أن يترك هذه الأمور وأن يحفظ لسانه. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم التي أرسلوها للبرنامج، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، تجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.